أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم التسمية بفاطمة الزهراء؟ فاطمة هذا اسم سمى النبي عليه الصلاة والسلام به ابنته ابنته فاطمة زوج علي رضي الله عنه رضي الله عنها وعنه وعن الصحابة أجمعين، وهو اسم عظيم يكفي في الدلالة على حسن هذا الاسم أن النبي عليه الصلاة والسلام سمى به ابنته صلوات الله وسلامه عليه فالتسمية بذلك لا بأس بها. أما الزهراء فهو لقب وليس اسم، والزهراء معناها معروف ومعناها واضح. نعم.